قام وفد من فرسان القبر المقدس في بلجيكا بزيارة إلى رعية اللاتين في السلط، التقوا خلالها راهبات الوردية، كما شاركوا في قداس إلهي أقيم بهذه المناسبة. تفاصيل أوفى حول الزيارة في سياق التقرير التالي. استقبلت كنيسة انتقال السيدات العذراء للاتين في مدينة السلط وفدا من فرسان القبر المقدس الذين قدموا من بلجيكا ليقيموا قداسا إلهيا في المزار التاريخي لمؤسسة الرهبنة الوردية الأورشليمية ماري ألفونسين. كان في استقبالهم راهبات الوردية اللواتي رحبن بهم بكل حفاوة مقدمات شرحا وجيزا عن ولادة مزار القديسة ألفونسين، والذي تزين بزيارة الفرسان له وإقامة القداس الإلهي فيه لأول مرة في جو من الخشوع والتأمل. كما أعرب فرسان القبر المقدس عن بالغ سعادتهم وفرحهم بهذا المكان المبارك الذي حمل بين ثناياه قديسة الوردية ألفونسين التي وصل صيتها إلى بلجيكا وكل العالم. Écoute les paroles de ma bouche. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite. Mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et que tu nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. ثم توجه الفرسان إلى كنيسة انتقال السيدة العذراء للصلاة والتأمل في أروقتها العريقة، ليترجلوا بعدها إلى مدرسة البطريركية اللاتينية متجولين في أقسامها ومرافقها التي بنيت بفضل أياديهم البيضاء، مستمعين إلى الكلمة الترحيبية من الهيئة التدريسية التي قدمت شرحا وافيا عن تطلعات المدرسة المستقبلية. يذكر أن القديسة ماري ألفونسين قد أعلن قداستها البابا فرانسيس في 17 من عام 2015 بساحة القديس بطرس في روما، وهي من مواليد 1843 وعاشت في السلط لمدة عامين منذ العام 1887 ولغاية 1889، وقد أعيد ترميم المكان الذي قطنت به ألفونسين لمدة عامين بتبرع خير من الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس عام 2016.